ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل كشري البيتي او بطريقتنا احنا عامه، احنا بنعمله كده في البيت عندنا والعيله كلها عندنا بتعمله بنفس الطريقه دي. إيه، تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. دي ميه بتغلي وده حمص اهو، انا نقعه ميه سخنه احطه كده ياخد غلوه يغلي كده اهو، نحط في الميه المغليه عشان يغلي ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايب قلبي اهو، انا كده هنزل بطماطمايه، معايا حل على النار يا جماعه اهو، فيها زيت شويه زيت حلوين كده، ومعايا بصل مقطعه جوليان زي ما شايفين كده معايا اهو، انا هفضل اقلب فيه كده لحد ما ياخد لون معايا، هحط عليه شوية ملح صغيرين عشان يتقرمش، عشان عايزاه مقرمش بصراحة اهو، شوية ملح كده لسه انا مقطعاه، ده مقطعاه جوليان بص. البصل بيبدأ ياخد لونه اهو معايا، دول بصلتين يا جماعه، والكميه برده زي ما انتم عايزين، وانا مش محدده كميه عشان دي كل واحد زي ما يعني كل واحد زي ما بيعمل، وحسب الافراد اللي عندكم برده، تعملوا كتير تعملوا قليل حسب الافراد اللي عندكم، انا مش هعمل كتير عشان احنا فردين ومعايا طفلين ف مش بعمل كتير. حبايب قلب اللون انا بحب اللون ده اهو، الله على منديل كده ورق، ما باخدش الكميه كلها يعني، يعني باخد كميه وبسيب شويه في الحله اهم الحبه اللي انا حطيتهم دول، بغمقهم شويه طبعا لازم يغمقوا شوية كده، معايا العدس اهو انا كنت مقعاه، هديله تقريبا كده، هحط معلقة كمون ومعلقة كركم ومعلقة كمون ومعلقة كركم هنزل كده بالمية، انا حاطه ميه سخنه اهو، بصوا هياخد معايا غلوه وهنزل بالرز. بصوا ده البصل، بصوا عامل ازاي اهو، بصوا مقرمش، بصوا صوته مقرمش وطعمه جميل وشكله حلو مامي اهو، لونه تحفة ومقرمش، ولازم بطلعه انا على مناديل ورق عشان بتشرب الزيت، لان بيبقى فيه برضو زيت فلازم تطلعوه على مناديل ورق، والمناديل الورق ما بتطرهوش ولا اي حاجة اهو، بصوا اهو
اهو خد غلوة معايا، هنزل بالرز كده، ملح. هو طبعا محتاج مية، نزود مية، مية سخنة برضو اهو. ده عايزة اقول لكم طعمه تحفة من غير شعرية، وحلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله. اهو هسيبه يغلي، وبعد كده هوطي عليه النار خالص. اهو معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، انا هستخدم المكرونة دي اللي هي المرمرية الصغيرة والسباجيتي اهو. يا غليت اوي، ملح وزيت. هلا احط فيها زيت، هنعمل الصلصة. انا ما بحطش عليها كزبرة يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. هحط عليها معلقتين خل، معايا طماطم، دي فيها جدا انا عايزين نفتكاها اهو. انا كده حطيت الطماطم عليها، احط بقى شوية كمون كده، معلقة كمون صغيرة، معلقة ملح، وحبة فلفل اسود. وشوية سكر صغيرين عشان الحموضة. لازم اي تسبيكة يا جماعة تعملوها تحطوا فيها شوية سكر عشان الحموضة، متعملش حموضة على المعدة وهتتعب، بالذات الناس اللي عندها قولون. خلاص هتغلي معانا كده، وتبقى كده خلصت. خلاص الصلصة معانا، انا طاسة هنعمل شطة زيت اهو، ونحط شوية زيت حلوين كده، وبعد كده هنحط شوية شطة اهو. وكبش الصلصة واحدة من اللي احنا ايه، كبش الصلصة من اللي احنا عاملينها مسبكينها للكشري. بس كده خلصت معايا، هحط عليها اهو.
خلاص هنعمل مع بعض الدقة دي. ده طبق فيه ليمونتين معصورين اهو، وهنحط عليه مية فترة مش كتير، نص معلقة كمون، نص معلقة ملح صغيرة، نص معلقة كمون صغيرة، ونص معلقة ملح صغيرة، وربع معلقة صغيرة ثوم مفروم. شطة الزيت والدقة كده، خلصت شطة الزيت والدقة معايا، وهو الكشري كده خلص معايا. بصوا لون الرز عامل ازاي اهو. مش بقى حبايب قلبي في اللايك والشير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.